عينها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك دي قصة حياتي ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك. ترى كيف تكون حالة غريب يطلق اللصوص الرصاص على بطنه عدة طلقات؟ هذا ما سنشاهده. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا كل مرة تهتموا تقعدوا تكتبوا لينا سواء قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة أو مجرد تعليق أو فيدباك عن البرنامج. بنكون سعداء جدا. ارسل لينا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب. تقدر كمان عن طريق قناتنا على اليوتيوب تتابع كل الحلقات السابقة وتتواصل معنا أيضا أو عن طريق تويتر. بكل الطرق أحباء المشاهدين عايزين نستلم منكم رسائل وقصص حقيقية أو قصص قرأتوها. قصتنا النهاردة من أروع وأطيب وأغلى القصص على قلبي مطلقا. قصتنا النهاردة بعنوان اختبار أخونا يعقوب سليمان. أخونا يعقوب سليمان هو مش قسيس لكنه كأنه راعي للكنيسة العربية في هايتي. شرفني الرب أن يكون في هايتي. ولما نزلنا في بيته بجد وإحنا مش ممكن الحلقات تكون مجاملات لحد لكني لمست حضور الرب طوال الفترة. حياته، حياة زوجته، حياة بنتينه، والجو الروحي، الصلاة الصبح والظهر والعصر، جو مبارك. وبصراحة يعني مش الفضول لكن يعني سألته قلت له يعني هل أنت باستمرار أنتوا عايشين العيشة دي؟ ومش هو بس، يعني كل الإخوة اللي زرتهم في هايتي كانوا بيشهدوا عن عمل الله في حياته. وقلت له أنت قبلت الرب إزاي واختبارك؟ فحكالي هو قبل الرب في سن مبكر في سوريا في قرية بملكي، وكانوا الخدام العظماء الأسس، وكان سبب كانوا سبب بركه لي. ولما جه زي الاسيس فريد خوري اللي وصل السما، ولما قبل الرب وعاش في سوريا في بملكي عيشه حلوه للرب، جه هايت علشان يعمل هو وزوجته. وقال لي كنت عايش حياه مسيحيه بس مؤمن مش تلميذ. هو قال لي كده وانا هقول لك ايه المعنى. يعني مسيحي بس عايش زي أي حد عايش، بحاول يعني أعمل كلام ربنا في الكتاب، عايش عيشة عادية مسيحية، كل يوم حد أحاول أروح كنيسة. أو إلى أنه في يوم من الأيام كان عنده متجر صغير هو وشريكه، دخل لصوص سود من الجزيرة، جزيرة هايتي، وأطلقوا الرصاص على بطنه عدة طلقات. في الحال اتفتحت بطنه، دماء غزيرة سالت، أخدوه على المستشفى وكانت حالته متأخرة جدا جدا. أقرب حاجة لهايتي هي مدينة ميامي، حوالي ساعتين أو ساعة ونص بالطيران. بسرعة اتصلوا بميامي علشان طيارة تجيله. هو دخل مستشفى في هايتي، طبعا إمكانيات ضعيفة، فحاولوا يربطوا له بعض الأمعاء ويقللوا النزيف بس بينزف. وجات الطيارة من ميامي علشان تنقله، ركب الطيارة، طيارة إسعاف يعني، ركب الطيارة والطيارة عطلت. وفي وقتها كان في وقت عصيب، يقول له يا رب أكيد أنت عايز تقول لي حاجة. المهم قضى طول الليل من غير ما يبعتوا طيارة تاني، وكان خلاص بينزف وراح من الوعي طبعا. تاني يوم في الصبح بعتوا طيارة أخرى، كان هو خلاص بيحتضر، لكن الطيارة التانية نقلته إلى ميامي. وفي ميامي مدير المستشفى كان اسمه الدكتور كوهين. دكتور كوهين ما بيعملش عمليات
وانك توصل له ده شيء صعب جدا، لكنه استغربوا الناس ان دكتور كوهين قال ده مريض شخصي. ومراته حكت لي انه طلعوا لكل الدكاتره الكبار والممرضين يقولوا لها هو وزير، هو جوزك وزير، هو جوزك رئيس دوله. فقالت له لا ده 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 تاجر بسيط. انا الدكتور كوهين شخصيا قال انا اللي اعمل دي عملتي انا. واشرف الدكتور كوهين عليه، والرب استخدم الدكتور كوهين في انقاذ حياته. طبعا بعد كده عرفوا من دكتور كويتي ان الدكتور كوهين لانه اسمه يعقوب سليمان، اسم يهودي، فالدكتور كوهين يهودي واعتقد ان ده من بني جنسه، فقال لا ده 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 له. المهم ربنا نجاه، وبعد ما فاق من العمليات مراته دخلت له وقالت له عايز اعترف لك بحاجه. قال لها اتفضلي. قالت له انا عهدت ربنا انك لو خفيت هندفع العشور عن كل قرش يدخل لنا، عن كل جنيه، وعايزين نعيش بامانه. قال لها حسنا ما فعلتي، وانا عهدت ربنا وانا بموت في هايتي قبل ما الطياره تاخدني اني ما اعيش مجرد مؤمن مسيحي، لكن اعيش تلميذ. واشهد الرب يسوع مره اخرى، ان كنت بتقابل اخي يعقوب مع اسرته بتشوف يعني ايه تلميذ حقيقي في الصبح في الظهر في الليل، ملهوش غير اسم يسوع. مجرد ما بنصلي يقول مجدا لاسم يسوع، تحسها طالعه من القلب. ساستكمل معك هذا الاختبار الجميل بعدما نستمتع بترنيمه ولا اعظم مع مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع بيتر انيس. ابقى معي الى بعد الترنيمه. أرجوك يا رب سامحني وسامح في تهاوني، أرجوك يا رب سامحني وسامح في تهاوني، أعطيت وسنا لعيني بل عدو غلبني، بل عدو غلبني. أريد ربي قوة وفيك وحدك قوتي، أريد ربي قوة وفيك وحدك قوتي. ها إنني ضعيف أنا أحتاجك لنجدتي، أحتاجك لك، وهو عهد ساهرا بصلاتي، وعدي لك وهو عهد ساهرا بصلاتي، صاحيا أبقى حياتي كذا أكمل رحلتي، كذا أكمل رحلتي. أريد ربي قوة وفيك وحدك قوتي، أريد ربي قوة وفيك وحدك قوتي.
أحتاجك لنجدتي، أحتاجك لنجدتي، أحتاجك لنجدتي، أحتاجك لنجدتي. كانت هذه ترنيمة اللي فيها بنسميها تجديد وعد، قالها وعدي وهو عهدي في نفس الوقت، إني يا رب أرجع من جديد وعيش لك بكل أمانة. هذه الترنيمة اللي ألفتها أخونا أختنا سعاد مكتبي، ولحنها أخونا هاني بلدي، ورنمها لينا بالصوت الرائع الجميل مع العزف البارع الرائع مع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة اللي بتحكي عن حياة أخونا يعقوب سليمان، كيف تغيرت حياته، مؤمن حقيقي، بس إزاي صار مؤمن مكرس، مؤمن تلميذ. ويا رب أهدي هذه الحلقة إلى كل مشاهد ومشاهدة، يا رب النهاردة يحصل تغيير في حياتك وفي حياتك، ما نعيش مجرد ناس عاديين، إحنا سفراء عن المسيح، إحنا تلاميذ لذاك، إحنا ناس جايين في الأرض علشان نكون شهادة، كما هو مكتوب أنتم شهودي يقول الرب. عايز أتكلم في ثلاث كلمات مع كل مشاهد ومشاهدة بيشاهدوني. عايز أتكلم عن معاملات وتعليم، وعايز أتكلم عن الطبيب العظيم، ثم عايز أختم كلامي بكلمة عن تلميذ قديم. وكلمة تلميذ قديم هي كلمة موجودة في الكتاب المقدس، مش أنا مخترعها. معاملة وتعليم، لما تنظر لرسالة العبرانيين وأصحاح 12 بيتكلم على معاملات الله، معاملات الله مع المؤمن الحقيقي. بيقول مثلا: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. وهنا أدبه مش لازم يعني لصوص يضربوه بالبندقية فيفتح بطنه واللصوص، لا، تأديب ممكن بالصوت، يعني ممكن ربنا يكلمك من خلال وعظة، من خلال برنامج، ممكن ربنا يستخدم الرصاص واللصوص دولة، ممكن يستخدم ظروف أسرية معينة تتعرض ليها، كلها ضغطات بتاعة الفخاري علشان أتعلم. إن كنتم تحتملون التأديب، يبقى أول حاجة لازم تحتمل التأديب. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. يعني اللي بيتأدب الابن، عارفين طبعا القصة القديمة لما الأم لقيت ابنها متوسخ في الطين وبيلعب مع ابن الجيران، مسكته كهدا خد ضربته على ايده، أدخل جوه يبكي. بعدين خلاص قالت له: خلاص انت غلطت وانا ضربتك، بتبكي ليه؟ قال: انا مش ببكي عشان ضربتيني. بتبكي ليه يا حبيبي؟ ببكي عشان اشمعنى ضربتيني، انا ما ضربتيش الواد التاني، ما هو كان معايا في الطين. قالت له: يا حبيبي انت ابني، هو الواد ده ولا ابن الجيران ابن الشارع، انا مالوش دخل بيه. فنفس الفكره، لو انت مش بتتادب انت مش 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 ابن ربنا. يعني لما تحس معاملات الهيه معاك وتاديبات، اعرف انك ابن. ان كنتم بلا تاديب قد صار الجميع شركاء فيه، فانتم نغول وليس بنون. ان كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين، ابويا الجسدي بيزعق لي بيمنع عني حاجه، وكنا نهابهم. يا رب الاولاد يهابوا ابائهم دلوقتي. افلا نخضع جدا بالاولى لاب الارواح فنحيا؟ اسم الله اسم جميل، ابو الارواح. كان ابويا الجسدي بيادبني وانا بهابه. هكذا أبويا الروحي، لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة. آدي البركة، التأديب بيجيب منفعة. ليه؟ لكي نشترك في قداسته. التأديب بيدل أن أنا ابن لله، التأديب بيجيب منفعة، ثم التأديب بيأتي بالقداسة. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه الفرح بل الحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. التأديب دليل ان انا ابن لله، التأديب بيجي بمنفعة، التأديب بيخلينا شركاء في قداسة الله، التأديب بيخليني اجيب ثمر، ثم التأديب بيعيشني في سلام، لان الحاجات الغلط الزغل اللي جوايا بيطلع زي الذهب لما يولع الراجل الجواهرجي، يولع النار تحته وينفخ كده يجي السلام. ثم
لهذا قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. يقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. تأديب لي منافع كثيرة. ولكن زمان وأنا صغير سألت خادم كبير، قلت له طب يعني أنا بخاف من تأديب ربنا بصراحة، صدقني كنت صغير في الإيمان. طب أفرض أنا بدل ما ربنا يأدبني مثلا بلصوص يضربوني بالرصاص وبطني أو بحاجة، أفرض أنا التأديب اللي ربنا عايز يوصله لي وصله لي في الصلاة أو من الكتاب لازم يعني؟ قال لي لا طبعا، المهم الغرض. عرفت الغرض عن طريق الصلاة والكتاب بركة، ما عرفتش لابد من ناس سود معهم بنادق يعملوا حاجة. لازم مرات يضطر الرب فخار الأعظم إنه يدخلنا في حاجات صعبة جدا جدا جدا. في النهاية إذا أنا بستجيب بتكون بركة عظيمة، ده تأديب وتعليم. قل له يا رب أنا قابل، بس يا رب خليني عندي حكمة واديني ذهن متفتح يا رب علشان أستقبل تعليمك واشترك في قداستك. هذا ما تم مع أخونا يعقوب سليمان في هايتي. لكن الكلمة الثانية الطبيب العظيم، تأديب وتعليم ثم الطبيب العظيم. دكتور كوهين ربنا بعت هو لا قريب ولا بتاع، بس هو الدكتور كوهين. وبالمناسبة الأخ يعقوب سليمان قال لي بعد ما خفيت خلاص فاضل يوم وطالع مستشفى حددت معاد اللي يدخل الدكتور كوهين. ده حكاية لأنه مكتوب باسمه في طرق عمليات موجودة باسمه يعني في العالم الطب، يعني راجل علامة كبير وكم الكتب اللي عاملها وطرق للعلاج شخصية باسم كوهين. فقال لي قعدت بقى وقالوا لي أخيرا هيقابلك، ولكن في اليوم اللي أنا قابل فيه الدكتور كوهين حصل موقف والدكتور كوهين اتأخر وأنا كانت طيارتي ثابتة. قالوا لي اتأخر ساعة، قلت لا لازم ألحق الطيارة وأرجع وما قابلتش كوهين. قلت له طب ويا أخي يعقوب إيه الدرس؟ قال لي الدرس إن ربنا كان عايز يقول لي إن الدكتور كوهين ده مجرد وسيلة لي، أنا الطبيب، أنا اللي شفيتك، أنا استخدمت الدكتور كوهين. أهو كده الطبيب العظيم يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. أخويا وأختي أطلب الرب، مكتوب صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه مرضا ما مما جعلته على المصريين لا أضع عليهم. نقضي نص دقيقة دي صلي لأجل المرضى عندك يا رب. كل مريض بيشاهدني أو كل مشاهد لي حد مريض غالي عليه تنازل يا رب بالصلاة، نصلي تنازل بالشفاء يا رب. على فكرة احنا بنطلب الرب، هتقولي طب والحلقة دي ما هتتذاع في أوقات مختلف؟ أيوة في أوقات مختلفة، ربنا لا عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل ويستجيب أيضا الصلاة. لكن أختم كلامي بتلميذ قديم في سفر الأعمال صح 21 وعدد 16 يقول وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي أيوة تلميذ قديم لننزل عنده. نزلوا الرسول بولس وبعض الإخوة منهم لوقا الطبيب عند تلميذ قديم اسمه ياسون، ونزلنا نحن أيضا في رحلتنا إلى هايتي عند تلميذ قديم هو يعقوب سليمان. يعني إيه تلميذ قديم؟ يعني يعيش شروط التلمذة الحقيقية اللي وضعها الرب يسوع أغلبها في لوقا 14، أن أحب المسيح محبة قدسه أكثر من أبويا وأمي وأخويا أختي، أن أتبع المسيح تبعية قلبية، أن أنكر نفسي، أن أحمل الصليب، أن أترك جميع أموالي. دول الخمس شروط للتلمذة الحقيقية في لوقا 14، ثم أن أثبت في كلامه حسب يوحنا 13، وأن أثبت في المحبة، وأن أحب جميع الإخوة يوحنا 13 ويوحنا 8 و13 و15 بيتكلم عنها. تلميذ قديم، قل له يا رب اديني أدفع العشور بجد زي ما هذه الأخت ريما الرب يباركها قالت لزوجها وعدت ربنا وبتعمل. اديني يا رب أعيش حياة القداسة كل يوم وأعيش تلميذ قديم مضيف للغرباء مثل ياسون ومثل يعقوب سليمان ومثل كثيرين جدا الرب أقامهم شهادة في هذه الأيام. أتركك وأنت في هذه الأجواء، أجواء التلمذة الحقيقية الرائعة، إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.